غنبداو دابا بسم الله. كان يا مكان في قديم الزمان عاشت بنيته صغيرة سميتها ليلى. كانت جدتها كتبغيها بزاف، وفي يوم هدتها رداء أحمر مزيون بزاف. كانت ليلى كل ما جات تخرج كتلبسو، وهما يطلقوا عليها الناس ذات الرداء الأحمر. وفي يوم من الأيام قالت الأم لبنتها ليلى: خدي هات السلة عند جداتك حيت مريضة. السلة فيهم كعك وعصير عتفرح بيهم، وويك تبعدي على طريقك عندها، وما تزربشي باش ما تهرشي زجاجة العصير. قالت ليلى لماماها وهي كتبسم: كوني هانية ماما، أنا عننتبه للطريق. وهزت السلة وودعت ماماها. بعد قليل تلاقت ليلى بالذئب، حسباتو كلب كبير وما خافتش منه، حيت هي عمرها ما شافت من قبل الذئب كيف عامل. قال الذئب ليلى: صباح الخير، فيما شاف هذا الوقت باقي بكري؟ جاوبته ليلى: انا ماشي عند جداتي. وهو يقول لها: شنو معاك في ديك السلة؟ جاوبته ليلى: عندي في السلة كعك وعصير مشى بهم عند جداتي باش نعطيهم لها، حيت هي مريضة وكيعجب الكعك والعصير بزاف. وهو يقول للذئب نفسه: مزيونة هاد بنيته الصغيرة، كتبان أكلة شهية، بالحق ناكل جدتها هي الأولى ومن بعد الناكلة هي. وهو يقول الذئب ليلى: تمتعي بالأزهر وبلا ما تزرب، وتمشي عند جداتك حتى تجيب لها شي وريضات مزيونين هيدا في يدك. وهو يودع ليلى ومشى بالزربة للدار ديال جداتها. وفي هاد الوقت نسات ليلى النصيحة ديال ماما، وبدات كتجمع بعض الأزهار لجدتها المريضة، وقالت في نفسها: عتفرح جداتي بزاف بالأزهار. وفي ديك اللحظة كان الديب وصال للكوخ ديال الجدة، ودخل ربط الجدة ودخلها في وسط الدولاب وحبسها، ولبس ثوب من ثيابها وغطى راسه مزيان بمنديل من مناديلها، ونعاس في السرير بعد ما غطى جسمه، وبقى كيستنى توصل ليلى. ومن بعد وقت طويل هزت ليلى الزهور والسلة ومشت للكوخ ديال الجدة. وملي وصلت للكوخ جبرت الباب مفتوح، تعجبت بزاف حيت جدتها ما كتخليش الباب مفتوح. دخلت ليلى من الباب وقالت بصوت عالي: صباح الخير جدتي. زادت تعجبت ملي ما جاوباتهاش جدتها وما ردتش عليها صباح الخير، وهي تخاف بزاف. بالحق هيداك تشجعت ومشتنا السرير ديال جداتها، جبراتها ناعسة وجسمها كله مغطي من غير وجهها. شافت ليلى في الوجه ديال جداتها وقالت متعجبة: جداتي علاش ودنيك كبارين؟ الديب عمل راسه بأنه جداتها، وهو يقول مقلد صوتها: باش نسمعك مزيان. شافت ليلى العينين كبارين وهي تغوت متعجبة: جداتي علاش عينك كبار؟ قال الديب: باش نشوفك مزيان. شافت ليلى في الوجه جداتها وهي تشوف فم كبير، غوتت: علاش فمك كبير؟ وهو يجاوب الديب: فمي كبير باش ناكلك الحبيبة ديالي. قال الديب هيداك واستعد باش يقفز من السرير باش يهجم على ليلى. بالزربة ليلى سبقت الديب وخرجت من الباب، وشدت الباب من موراها باش ما يلحقش الديب عليها، وبدات تجري تجري وتشوف موراها وهي عتمت من الخوف. وفي ديك الوقت
كان دايز واحد الفلاح كيحمل فأس، وهو يسمع ليلى كتغوت وكتطلب النجدة. مشى عندها دغيا وبدا كيطمنها، وهو يجبر الديب كيقرب من ليلى وهو يضربه بالفأس ديالو حتى قتلو. شكرت ليلى الرجل وطلبت منه يدخل معها للكوخ باش تطمن على جداتها. مشى الراجل معها وبداو يبحثوا على الجدة حتى سمعوا الصوت داخل الدولاب وفتحوا الباب وخرجوها وفكوا قيودها. ورجع الفلاح بليلى عند الأم ديالها اللي فرحت بزاف بالعودة ديال ليلى، وسولت على السبب ديال التأخر ديالها حتى نهاد الوقت، وهي تعاود ليلى لمامها شنو وقع وقصتها مع الذئب. وقالت لها وهي كتعتذر: عمري ما نخالف نصيحتك يا ماما، كنت علي نموت بالسبة ديال عدم تنفيذ نصيحتك. تبسمت الأم وضمت ليلى لحضنها وسامحتها وقدمت الشكر للرجل الشهم اللي نقد بنتها، وعاشوا في سعادة وهناء. النهاية. كنتمنى تكون عجبتكم قصة اليوم، وما تنسوش اللايك والاشتراك والبارتاج وتفعلوا زر الجرس باش يتوصلكم كل جديد. وشكرا، مع السلامة، إلى قصة أخرى إن شاء الله.